كلية الآداب قسم الإعلام جامعة وسط تنبض بكل ما هو تراثي، لذا حرصت على إحياء التراث العراقي ودعم المنتوج الوطني في مهرجانها الثقافي السنوي الثاني. طلبة قسم الإعلام لديهم هذه المجال في أن يستفيدوا من مجال التراث الشعبي في برامجهم عندما يتخرجون من الكلية وفي يعني أعمدتهم الصحفية وغيرها من النشاطات الصحفية الأخرى. لذلك يعني يقيم هذا القسم، هذا المهرجان السنوي، أولا للتذكير بهذا التراث الشعبي ودعم المنتج الوطني، وثانيا يكون نشاط لا صفي هدفه تمرين الطلبة على بعض النشاطات الإعلامية الأخرى. يهدف إلى دعم التراث العراقي والمنتوج الوطني. حقيقة شمل أو تضمن هذا الكرنفال هو عرض لمصوغات وأدوات عراقية تراثية قديمة كانت تستخدم عند الأجيال سالفا، اليوم استذكرناها حقيقة لهذه الأدوات، وأيضا اليوم تضمن عرض مأكولات عراقية شهيرة كالدولمة وأخرى من المأكولات التي هي تعبر عن الأرث العراقي. احنا كل سنة يعني هذا يعني شو مثل ما نقول يعني نرجع تراث الأصل مالتنا، تراث أجدادنا أمهاتنا، فإحنا يعني حتى ما يموت إنه هذا يعني فيبقى هذا أصلنا، يعني إنه زي الهاشمي زي العربي زي الرجالي البغدادي. اليوم حابين نوصل الفكرة للجمهور إنه لازم نحافظ على تراثنا القديم، ولازم نوصل الفكرة للجيل الأجيال يعني الأجيال القادمة إنه هذا التراث هو يحافظ على هويتنا وأصالتنا الثقافية. الأصالة والتراث تجسدت صورها في هذا الكرنفال الذي تنوعت فيه المعروضات من مقتنيات وتحف ونحاسيات ومطرزات فلكلورية وأزياء مختلفة، فضلا عن الأكلات الشعبية المتنوعة. احنا كطلاب قسم الإعلام في المرحلة الثالثة شاركنا اليوم مهرجان التراث العالمي في نفس الزي العربي والأكل والأشياء القديمة يعني التراثية، أهميتها أنه تبقى خالدة يعني مثل نسيوا هاي التراث العراقي القديم، ويعني بحنا بزمن التطور هسه اللي حصل وهاي الاشياء القديمه يعني نسيت تقريبا او تطور للوقت وهاي واليوم نعيدها احنا. هو مشاركتنا كطلاب اعتزاز بتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. تضمن هذا المهرجان هو احياء الزي العربي والاكلات العربيه القديمه او العراقيه بالتحديد اللي معتادين عليها، واللي هو هذا تاريخنا احنا. وأكو عرض لبعض المجوهرات من أيام ثورة العشرين وأيام الانتفاضة الشعبانية وغيرها، وتعتبر هذه المقتنيات والملابس هي هوية الشعب العراقي، ولا بد من تعزيزها في المجتمع يعني وتقديمها للأجيال بحيث تعرف عليها الأجيال، ويعتبر هذا الرمز وهوية لكل عراقي. نشر الوعي بأهمية التراث وإلقاء الضوء على التمسك بالموروث الاجتماعي رسالة تسعى إلى ترسيخها كلية الآداب لدمج عراقة الماضي بإيقاع الحاضر. من محافظة وسط لبرنامج صباح الخير يا عراق، ابتسام الصافي.